النتيجة النائب مبارك بنية الأخرين 36 صوت، النائب كامل محمود العوضي 25 صوت، الفائز هو النائب مبارك الخرينج. نهيئ السيد مبارك الخرينج بثقة المجلس وليتفضل ليأخذ مكانه على المنصة. تفضل الأخ مبارك الخرينج. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه دائما وأبدا نستعين. أخ الرئيس، الشكر لله أولا، والشكر ثانيا إلى الشعب الكويتي وأبناء الدائرة الرابعة اللي أولوني هذه الثقة، والشكر ثالثا إلى هذه القاعة ممثلي الشعب الكويتي اللي أولوني هذه الثقة للمرة الثانية، متمنيا إن شاء الله أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأعاهد الجميع أن أكون معهم وعند ثقتهم، لا أميز هذا عن ذاك، كما عهدتموني أخوكم مبارك خرينج لن يتغير، سواء من أولاني الثقة أو من لم يوليني الثقة. من أولاني الثقة يريد أن يحملني مسؤولية، ومن لا يريد أن يحملني الثقة يريد أن يعفيني عنها. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه لخدمة هذا الوطن تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو العهد الأمين. وشكرا جزيلا للجميع، وشكرا للجميع، شكرا. شكرا لك مبارك خرينج.